Hash Sleiman, a digital tool expert from L.A.L, Lebanese Alternative Learning. هالفيديوز هنا جزء من للمدرس project ومن خلالهم رح نتعرف على different online tools وكيف نستعملهم. اليوم رح نتعرف سوا على Padlet. Padlet is a real-time collaborative board فينا نستخدمه لكتير purposes, منهم group work activities, exit tickets, reflections, and so on. الحلو بكل هالتولز اللي عم نشارككم إياها إنه we can replicate them. Let's see how. أول شيء بنفوت على www.padlet.com فينا نعمل login أو sign up مع Google أو Microsoft. نكبس على make a padlet. مثل ما شايفين عنا كتير مختلف الأنواع من البادلت. في عنا map, timeline, shelf, grid, stream, حتى wall. رح نستعمل wall. منغير اسم البادلت رح نسميه our science activity. فينا حتى نغير الايكون، فينا نحط شيء اوريدي موجود على بادلت او فينا كمان نطلع صورة من جوجل. سو منحط مثلا genetics، مننقي اول صورة. فينا نغير الوول بيبر. الحلو انه في عنا وول بيبرز جاهزين اوريدي من بادلت، او فينا نحنا نزيد الوول بيبر تبعيتنا من الكمبيوتر او حتى من جوجل دغري. رح نجرب هلا ناخد وول بيبر من بادلت لانه في عندهم كتير خيارات فينا ننقي منها. سو رح ننقي مثلا سكيبينج ستون. فينا نغير الفونت، وفينا اذا بدنا التلميذ بينه اساميهم لما يكتبوا بنكبس على اتريبيوشن، واذا بدنا هون يتفاعلوا مع هيدا النشاط يلي هو اهم شيء اكيد بنكبس على كومنتس. اما بالنسبه للرياكشنز فهن اشياء ثانويه، اذا بدنا هون ينقوا يعملوا لايك فوت او حتى ستار فينا كمان. بالنسبة للكونتنت فلترينج، إذا نحن بدنا نقرر إذا بدنا نقبل البوست أو لا قبل ما يصير على بادلت بنكبس require approval. والفلتر profanity إذا بدنا بادلت يحول إذا في حدا كتب كلمة سيئة ل nice emoji. حط next، بنكبس على plus sign ونكتب اسم الactivity pre-assessment. منحط التعليمات مثلا what comes to your mind when you hear the word genetics، اذا بدنا نشوف التلاميذ شو بيعرفوا عن الجينيتكس. مثل ما شايفين هون فينا نحط كتير اشياء، audio recorder, link, image, camera, location. رح نجرب نحط هلا صورة already موجودة من GIF ولا من يوتيوب ولا من سبوتيفاي. رح نجرب جوجل مثلا DNA، من الصورة منعمل publish. سو هيك ببين الاكتيفيتي وفيهم التلاميذ يعملوا لايك ديسلايك، يحطوا الكومنتس ببين اسمهم. هلا اذا بنكبس على الثلاث نقط فينا مثل ما شايفين نعمل edit, transfer, copy, expand. فينا حتى نغير لون الاكتيفيتي، رح نسميه station 1. هلا بنكبس على القلم مره ثانيه لنعمل ثاني اكتيفيتي بنسميه station 2. والتعليمات هن read the article, attached link here, and write down three things you learned from the article. رح حط article already حاخده من دكستر وبنزله على Padlet. So هن بيقروا الarticle من خلال Padlet، ما بيضطروا يفوتوا على اللينك من جوجل. كمان رح غير له لونه. هلا اذا بدي اعمل شير بكبس على add members وفينا زيد اسم التلاميذ او الايميل تبعهم. وفينا غير بالبرايفسي سيتينجز كمان اذا بدي اياهم يقدروا يفوتوا دغري، او اذا بدهم يحطوا باسورد ليفوتوا، او حتى اذا بده يكون بابليك. يوجوالي انا بحطه بابليك، وحتى بدي اعطيهم بيرميشن او اذن اذا فين يكتبوا او يغيروا او بس يقروا الموجود على بادلت. بعمل سيف. هلا اذا بدي شارككم بادلت فيني اكبس على جيت كيو ار كود وابعث لهم الكود. كل اللي عليهم يعملوه انه هو يعملوا سكان للكود ويقدر يفوتوا على بادلت، او بقدر بكل بساطه اعمل كوبي لللينك وابعث لهم اياه على البلاتفورم اللي نحن بنستعمله. حتى فيني ابعته على فيسبوك او جوجل كلاس روم. وفيني سيف هيدا البادلت كصوره او بي دي اف، او حتى اعمل له برنت. هلا حنشوف سوا بادلت تمبليتس اوريدي معمولين فينا نستخدمهم مثل ما هن، او حتى نغير فيهم قبل ما نشاركهم مع التلاميذ. نفوت على جاليري. كل هول التمبليتس اللي عم تشوفون هلا هن اوريدي جاهزين معمولين ومختلفين عن بعض. رح نفوت مثلا تايم لاين اوف كونتريز اي فيزيتد. سو فينا نستعمل بادلت كمان كتايم لاين. هالتايم لاين اوريدي موجود، انا بدي اغير فيه مثلا. اللي بدي اعمله هو بكبس على ريميك، ومش بس بعمل كوبي للديزاين، بعمل كوبي للبوست حتى كل شيء بقلب البادلت يبين عندي. بكبس سبميت، ريميك ان بروجرس. هيك بتكون عم تعمل ريميك، بصير في عندي كوبي الي. سو هلا فتحت الكوبي اللي لإلي. رح حط مثلا لبنان ونقي صوره اوريدي من جوجل كمان لايمج للبنان وحطها عندي. بكتب مثلا I lived for 3 years in Lebanon. هيك بتبين حتى على التايم لاين.
سو مثل ما شايفين صار عندي كوبي نسخة إلي وبقدر أغير فيها مثل ما بدي، بقدر أعمل ديليت، بقدر أعمل زيادة. هلأ رح فرجيكم كمان كيف تبين عند التلاميذ إذا عملوا سكان للكود بيكبسوا بادلت ودغري بيفوتوا على بادلت، بيكبسوا على البلس ساين وبيحطوا الأجوبة تبعيتهم. هيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. stay tuned حتى نتعرف سوا على غير أونلاين تولز مع بعض بالفيديوز الجايين.